الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، باسمه نتوكل ونستعين، منه دوما نطلب التوفيق والنجاح والسداد ضمن تحديات ومنافسات سباق المحلي السابع بانطلاقة واندفاعة سن الحقائق من مسافة 4 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة. نذهب إلى البداية وإلى المركز الأول لنجد دولة طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل آل نابت المري، من يتقدم ويحضر مع البداية. المركز الثاني لنجد الوصول والقدوم مع المستوى الثاني، أجد الشعار اللي واصل واللي قادم مع المستوى الثاني. نعم، الشعار الواصل والقادم مع المستوى الثاني. نتأخر قليلا لنتعرف مع المركز الثاني، لنجد الشعار القادم والواصل مع المركز الثاني. نجد مع المركز الثاني الزبارة عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي. المركز الثالث لنجد الشعار القادم والواصل مع المستوى الثالث، نجد الجزيرة محمد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. المركز الرابع ننتقل إلى المركز الرابع لنجد وحية فهد بن سعيد بن راشد القربوعي المري. المركز الخامس لنختم النداء نجد روعة مبارك بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة. هكذا هو نداؤنا للمراكز الخمسة المتقدمة. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، إلى شعار بن عقيل، من يتقدم مع دولة طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل آل نابت المري، من يتقدم مع دولة. المركز الثاني أجد القدوم والوصول من قبل الزبارة عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي، من يتقدم مع الزبارة. المركز الثالث وصلت وقدمت الجزيرة، وصلت وتدخلت الجزيرة مع المركز الثالث محمد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت وحية فهد بن سعيد بن راشد القربوعي المري. والمركز الخامس أجد الشعار الواصل والقادم مع المستوى الخامس، وصول من اسم جديد وتدخل القادم والواصل. وصلت وتدخلت، وصلت وتدخلت روح مبارك بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة. يا سلام، ولكن إلى البداية، إلى المقدمة، إلى شعار بن عقيل، من يتقدم مع دولة طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل آل نابت المري، من يتقدم ويحضر مع البداية مع المركز الأول. ولكن القادم الواصل وصل مالك الجزيرة محمد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخياري. والقربوعي مع المركز الثالث وصلت وحية فهد بن سعيد بن راشد القربوعي المري. القادم والواصل غير مع المستوى الثاني، ولكن إلى البداية، إلى المقدمة، إلى شعار بن عقيل، من يتقدم مع دولة، من تقود الأسماء طالب بن مسلم بطالب بن عقيل آل نابت المري. يا سلام، يا سلام، ولكن وحية، ولكن وحية فهد بن سعيد بن راشد القربوعي المري مع المركز الثاني. المركز الثالث الجزيرة محمد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. والمركز الرابع، المركز الرابع أجد التدخل والوصول، وصلت وهيلة حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي. ولكن إلى البداية، إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى شعار بن عقيل، من انطلق واندفع نحو الفوز والانتصار عند لائحة 400 متر الأخيرة، هذه دولة طالب بن مسلم بطالب بن عقيل. ولكن وحية، ولكن وحية فهد بن راشد، فهد بن سعيد بن راشد القربوعي المري. دولة هو وحية، وحية هو دولة. القربوعي، القربوعي قادم مع وحية فهد بن سعيد بن راشد القربوعي المري. ودولة من الجانب الآخر طالب بن مسلم بطالب بن عقيل آل نابت المري. ولكن لمن الفوز، لمن الانتصار؟ وحية هو دولة، دولة هو وحية. ولكن وحية
ولكن دولة ولكن وحية يا سلام يا سلام ولكن دولة من تفوز وتنتصر طالب بن مسلم بطالب بن عقيلة النابت المركز الثاني وصلت وحضرت وحية فهد سعيد بن راشد القربوعي المري المركز الثالث المركز الثالث وصلت وهيلة حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله القرح المركز الرابع المركز الرابع لحظات الوصول المركز الرابع وصلت سيد محمد بن نابت بن محمد بن خيل العامري المركز الخامس المركز الخامس وصلت الجزيرة محمد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخيارين نعود بالتهنية والناموس إلى مالك دولة طالب بن مسلم بطالب بن عقيل آل نابت المري من فاز وانتصر بهذا الشوط لحظات الوصول 6:07:84 المركز الثاني لحظات وصول وحية فهد بن سعيد بن راشد القربوعي المري أدت عرض تشكر عليه من فازت وانتصرت مع المركز الثاني لحظات الوصول 6:09:96 المركز الثالث وصلت وهيلة حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي من فاز وانتصر مع المركز الثالث لحظات الوصول لحظات الفوز والانتصار مع المركز الثالث 6:12:62 من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين.